وشوي جديدك في العيد؟ جديدي طبعا كلكم تعرفون تريون أغنية الدويتو اللي هي مع الفنانة الرائعة اللبنانية. لازم تغني لنا مقطع الحين. دارين حجيتي ما أقدر أغني لكم مقطع منها لأنها دويتو. مقطع؟ الدويتو لازم أول مقطع بس. أجيب لكم على شرط تكونين أنت دارين. تفضل. أغني لكم أغنية الدويتو ولا ما لا الدويتو ما يستوي الدويتو. أول مقطع إذا غني مقطعك بس أنت اللي أنت تغني. بحاول أغني مقطعها ومقطعي. أوكي حلو. ودي أعرف يا حبيبي دام إن الجو وراك، ودي أسأل عن مكاني والإجابة مقنعة، خايفة يا نبض قلبي، خايفة يوم الفراق، والكلام العذب يمكن بعد طيبي ما اسمعه، والله انك وسط قلبي مثل دجلة في العراك، لو زعل هالكون كله من يغير موقعه، وانتي انتي كل عمري وحب غيرك لا يطاق، يا غرام الكون كله والمحبة منبعها وسوالف. الله يعطيك العافية. استاذ شو رأيك؟ هاي أغنية جديدة. لا جميل جميل. مش عارف دارين حتغني ايه كده. دارين دارين غنت أول مقطع. والله أول مقطع أنا رديت عليها هي قالت. لا شك طبعا الفن الخليجي بدأ ينتشر جدا وياخد وأنا الحقيقة كمان من أنا يعني كتير يعني تعرضت للثقافة الخليجية بقيت قريب منها بشكل كبير جدا. في طبعا حاجات رائعة وحاجات جميلة جدا بس مطلوب الاهتمام أكتر. والله انك وسط قلبي مثل دجلة في العراق، لو زعل هالكون كله من يغير موقعه، اعرف يا حبيبي دام ان الجو راق، ودي اسال عن مكاني والاجابه. على كاميرا نجوم اليوم، كاميرا نجوم لبنان، ميرسي لكم لحضوركم عنا اليوم باللوكيشن منطقة سبت القرعون. عم نصور اليوم نحن ديو بين الفنان اللبناني دارين حبشيتي وعم نصور الفنان الاماراتي محمد المزروع. يلا ستاند باي. دارين نحن اليوم عم نصور غنية ديو انت ومحمد مزروعي من انتاج نجوم، شو بتخبري عن هذه الغنية دارين؟ اولا انا كثير سعيدة انه اكيد رح كون مع محمد المزروعي، شاب كثير حلو وصوت كثير رائع وعن جد عنده مستقبل كثير حلو هالشاب، بتمنى له كل الخير اكيد، اغنية كثير حلوة عن جد سمعتها انبسطت فيها كثير، يعني اغنية انا حسي احساسي انه هالاغنيه عن جد عن جد انه بتمنى يعني اكيد يحبوها كل العالم العربي يا رب، انا اغنيه كثير حلوه كلامها حلو، اكيد الملحن وليد الشامي الحانه وكلمات احمد المري واكيد انتاج النجوم. We'll be right back.
تابعنا معكم مشاهدينا الميكينج اوف لتصوير فيديو كليب الفنان محمد مع الفنانه دارين. محمد خبرني عن هالميكينج اوف والكواليس، كيف واجهت صعوبات وكيف كانت انا وايد امانه استانست في 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 تصوير فيديو كليب. ودي اعرف واجهنا صعوبات الجو، تعرفين اجواء لبنان متقلبه، امطار وفي نفس الوقت يعني مطر ويوقف، والتصوير احنا كنا نصور سينمائي والتصوير السينمائي ما تقدر توقف. فكنا خايفين ان تمطر ونوقف التصوير، وبالفعل مطرت كذا مره ووقفنا، ومن يخلص المطر نرجع نصور وكذلك. يعني تعبت وايد؟ تعبنا، لكن كان انا اعتبر تصوير كل فيديو كليب عندي كاني رايح رحله، يعني رايح استمتع، رايح انبسط، ما افتكر في التعب، رغم انه يعني نصور يومين، لكن تعتبرها انا وناسه وتجربه تظل في حياتك. كيف تم اختيار الفنانه دارين لتأديتها؟ طبعا الاستاذ سهيل عبدول اوجه له احلى تحيه واقول له انت بخير اخوي وحبيبي، هو اللي طرح بعض اسامي الفنانات واختار دارين حتشيتي بحكم انها هي ما عملت ديو قبل، واول فيديو كليب او اول عمل خليجي او ثاني عمل خليجي لها، فاختارها بجمال صوتها بجمال شكلها ودارين مش ما يعني مش محروقه عندنا في صح دول الخليج. محمد شو رايك نرد ونلعب لعبه الصراحه؟